إخوة الإيمان في هذا اللقاء الرمضاني المبارك مع رحاب كتاب الله عز وجل، وفي افتتاحيات السور وخواتيمها وصلنا إلى سورة الأنعام. وسورة الأنعام هي أول سورة مكية في ترتيب المصحف، يعني كل السور التي سبقتها هي سور مدنية، فسورة الأنعام هي افتتاحية السور المكية في ترتيب المصحف من البقرة إلى المائدة، فكلها سور مدنية، وقد نزلت بعد سورة الحجر، وعدد آياتها 165 آية، وسميت بالأنعام لورود ذكر الأنعام فيها. والأنعام هي يعني الدواب من الأغنام والشياه والبقر التي يتنعم الإنسان بحليبها ولحمها وصوفها، والتي يتنعم الإنسان بخدماتها، حيث ورد في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فتبدأ الحقيقة سورة الأنعام بالحمد والثناء على الله عز وجل. وهذه السورة كما هو معظم القرآن المكي يدور حول العقيدة وأصول الإيمان، وهي تختلف في أهدافها ومقاصدها عن السور المدنية التي سبقتها كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، فهي لا تتعرض لشيء من الأحكام، يعني ما فيها آيات أحكام تنظم المسلمين، تنظم الصوم، تنظم الحج، تنظم العقوبات، هي لا يوجد فيها هذه الأحكام، وإنما يعني تتعرض لموضوع الإيمان بالله، تتعرض لموضوع الإيمان بالآخرة، تتعرض إلى المواضيع المتعلقة بالعقيدة، لا تتعرض إلى موضوع المنافقين. بمكة ما كان فيه لسع منافقين أصلا، المسلمين كانوا محاربين وخايفين ومتوارين. فلذلك الحقيقة أن موضوع القرآن المكي والقرآن المدني، وكما ذكرنا هناك آراء عديدة، فبعض قال ما نزل في مكة فهو مكي، ما نزل في المدينة فهو مدني، وهذا لا تنطبق عليه هذه الصفات، لأن في شيء نزل بالمكة لاحقا، في شيء لم ينزل لا بمكة ولا بالمدينة. فالحقيقة هذا الأمر إنما يدل على أن هذا التقسيم هو تقسيم توفيقي، يعني المسلمين هن اللي أوجدوا، ليس هو من أساس الوحي، ليس هو من أساس الوحي، هو تقسيم توفيقي في شغلات توقيفية، يعني هي من الوحي أتت بالقرآن، في أمور بعلوم القرآن توفيقية، يعني الناس العلماء هن وضعوها لإيجاد نوع من التنظيم، نوع من الترتيب، نوع من الاستيعاب الأكثر لكتاب الله عز وجل. فالواقع أن أفضل تقسيم لموضوع القرآن المكي والمدني أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي بغض النظر عن المكان، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني بغض النظر عن المكان، يعني ما عملوا تقسيم جغرافي وإنما عملوا تقسيم زمني. والحقيقة دائما التقسيم الزمني هو أرقى من التقسيم الجغرافي. ليش؟ لأن في تطور مع الزمن، وهي نقطة كتير مهمة، في تطور مع الزمن. ولكن الحقيقة هناك وقفة، ووقفة اليوم جدا أساسية ومصيرية في حياة الأمة الإسلامية، وكثير من الذين يعني يخاطبون الناس سواء من العلماء، من الدعاة، من أصحاب المذاهب، نرى أن كل واحد منهم يعني يعطي الغلبة لمذهبه. فهناك أشخاص بدهم دغري يقفزوا إلى المرحلة المدنية، إلى التنظيم وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، هذا الشيء عظيم، ويستهينوا أو يعني يغضوا الطرف عن المرحلة المدنية المكية، يقول لك يعني أخي الدين مو بس عبادات، الدين مو بس الطاعة، يعني يقلل من قيمة هي. وهناك أشخاص
يعطون كل القيمة للمرحلة المكية ويلغون كمان المرحلة المدنية، بيقول لك لا نحن ما عنا دولة، نحن ما عنا، نحن هلأ بهذه المرحلة. وكلا الطرفين الحقيقة يتصارعون بطريقة خفية، يعني ما بيعلنوا هذا الصراع، الصراع موجود، الصراع موجود بالواقع، الصراع موجود بالحقيقة، ولكن هؤلاء لا يعلنون هذا الصراع، وإنما هو صراع مبطن. فأين الحقيقة تكمن؟ الحقيقة تكمن أنه لا غنى لا عن المرحلة المكية ولا عن المرحلة المدنية، هي حقيقة، لا غنى لا على هي ولا عن هي. ولكن ماذا؟ قال ولكن بدك تتبع الترتيب الزمني، فلا يمكن لبناية تطلع أنت تحكي بلون الدهان تبعها وتحكي أنه هالطابق شو بدك تساوي وهالطابق شو بدك تساوي إذا ما لك حصاب بالأساسات. بدك تصب الأساسات، بدك تطلع ببناء البيتون، بعدين بتفكر بالدهان، بعدين بتفكر شو بدك تلون أو شو بدك تحط النوافذ أو الكهرباء أو إلى آخره. فالحقيقة لا إسلام اليوم بدون المرحلة المكية، فمن يقفزون إلى المرحلة المدنية لتحقيقها ستفشلون، وعم بيفشلوا، يعني صلوا 70-80 سنة ميس عم بيفشلوا من مطب لمطب ومن طابوسة لطابوسة ومن هزيمة إلى هزيمة. ليش؟ ما يمكن أنا أقيم بناية بدون أساسات، بدها تنهد، بد قد ما طلعت بالعكس كل ما كترت طوابق أكثر كل ما كان الانهيار أعظم وأبلغ. وهذه نقطة جدا أساسية اليوم في الفكر الإسلامي وفي التضاد وفي كذا. فالقفز إلى المرحلة المدنية هو خسارة وغير مجدي، أما التسلسل الزمني فهو مطلوب وطريقة البناء مطلوبة ولا غنى. الإسلام كل متكامل، يعني أناس مثل ما ذكرنا أنه من أسباب الفوز هي الحصول على رضوان الله عز وجل. أساس الحصول الفوز من عوامل، أهم عوامل الفوز أن تكون في حالة رضا من الله عز وجل. وكيف تحصل هذه الرضا إن لم يكن هناك محبة؟ وكيف تحصل هذه المحبة إن لم يكن هناك ذكر؟ وكيف تحصل هذا إن لم يكن اتصال وعبادة؟ فلا يمكن هذا الأمر. فما بدنا نضحك على بعضنا، وما بدنا اليوم وقت بنقول سنة النبي هي سنة النبي. وهذا لا يعني أعطوا بالكم اليوم إنه والله أنت بهالمرحلة غيرك بهالمرحلة، هذا مقبول، هذا مقبول. أنت بقدر ما فيك تطبق من الإسلام، الإسلام مطلوب من الجميع، مطلوب بكليته. بالنتيجة شو؟ الإسلام مطلوب بكليته، وإنما نتحدث الآن نحن عن التدرج في المرحلة المكية والمرحلة المدنية، بأنه لا يمكن الاستغناء عن أي من المرحلتين، لا يمكن إلغاء أي من المرحلتين، ولكن المكية أولا. شو؟ يعني ما عندنا مكية بدنا نطلع المدنية، فشل ذريع، فشل ذريع. إذا ما في أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، إذا ما في والله عوامل المعرفة والحكمة والرؤية ستحدث كوارث، ونشاهد هذه الكوارث بأم أعيننا في كل يوم، كل يوم نشاهد هذه الكوارث. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترتبط الحقيقة سورة الأنعام مع سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، كل هذه السور خاطبت أهل الكتاب بمحاور مختلفة، بينما سورة الأنعام اختصت بخطاب المشركين، اختصت بخطاب المشركين. والحقيقة سورة المائدة ختمت لله ملك السماوات والأرض وما فيهن والله على كل شيء قدير، وكأنها تمهد لبداية سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وكأن سورة الأنعام يعني سورة المائدة ختامة أسس بأن الملك لله. أتت سورة الأنعام بينت لماذا الملك لله؟ قال الملك لله لأن الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فأتت سورة الأنعام وبينت هذا الخلق، وبينت أن الله هو الخالق، أن الله هو الموجد، أن الله هو المبدع.
الخالق والموجد والمبدع هو المالك بالأساس، يعني هو المالك لكل هذا الوجود، المالك لكل هذا الأمر. فأتت هذه السورة تبين وتشرح كون هذا الأمر خلقا لله ومبتدئا من الله عز وجل، لذلك كان إيش لله ملك السماوات والأرض التي ختمت بها سورة المائدة. فافتتحت سورة الأنعام بالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ونلاحظ في هذه الآيات أن قول خلق وقول جعل، خلق وجعل، فما الفرق بين الخلق والجعل؟ خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني هل الظلمات والنور يعني ليست خلق من الله أو هل لا؟ هنا في قضية أن الخلق هو أن توجد من العدم شيئا ليس له أصل وليس له مثيل، توجد من العدم، هذا الخلق. يعني الله عز وجل أبدع خلق السماوات والأرض، ما أخذناها كوبي من حالة تانية أو نقلة أو هي موجودة لا لا، الخلق هو إيجاد من العدم، والخلق بهذا المعنى لا يكون إلا لله عز وجل، الإيجاد من إيش؟ من العدم. فخلق السماوات والأرض، خلقها من العدم. جعل الظلمات والنور، قال الجعل هو يدل على التحويل، هو يدل على نتيجة، هو يدل على شيء حدث بعد الخلق، شيء حدث بعد إيش؟ بعد الخلق. يعني رب العالمين بعد ما خلق هذا الأمر جعل منه هذا الشيء، وهذا قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. فأول شيء الله خلق الماء من العدم، خلق الماء بعدين جعل من الماء كل شيء حي. فهذا الفرق بين خلقنا وبين جعلنا، والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم، وهذا المعنى الغالب. يعني ما في كلام معنى لا ينطبق على كل الحالات، لابد من بعض الشذوذ عن القاعدة. فأما الحكم بشكل عام لهذا المعنى، المستنبط لهذا المعنى، أن الخلق هو إيجاد من العدم، أما الجعل فهو مرحلة تمت بعد الخلق وهي نتيجة هذا الخلق، وكما ذكرنا تدل على التحول من حالة إلى حالة. يعني الجعل يفيد إيش؟ يفيد التكرار، يفيد الإعادة، أما الخلق فهذا الخلق يكون لمرة واحدة. يعني خلقنا الإنسان من نفسه واحد وجعل منها أزواجا، بعدين جعل وخلق منها زوجها، الخلق الأول لآدم وحواء، أما ما بعده فكل عملية التكاثر فهي جعل، لأن نتيجة للخلق، نتيجة للخلق الأول. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد كما ذكرنا هو فضيلة عظيمة، الحمد هو ذكر عظيم، الحمد هو دعاء عظيم، الحمد هو افتتاح عظيم. فأول ما افتتحت سورة الفاتحة بعد البسملة بالحمد لله رب العالمين، وهي آية من السبع المثاني، يعني الحمد لله هي آية من السبع المثاني. وأول ما افتتح القرآن المكي بالقرآن الكريم بالحمد لله، يعني فمعناتها الحمد لله هي البداية الموفقة، هي البداية الجلية. فلذلك المتحدثون اليوم كلهم يفتتحون كلام بالحمد لله قياسا على هذا الأمر. وقد افتتحت خمس سور بالحمد، يعني في خمس سور بالقرآن الكريم افتتحت كانت افتتاحيتها بالحمد. سورة الفاتحة، سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، سورة الأنعام، ثم سورة الكهف،
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وبعد ذلك سورة سبأ لقوله تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض. يعني لاحظوا كل افتتاحية الحمد تركز على موضوع آخر مختلف عن الذي سبقه. الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وكذلك افتتاحية سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالله الذي خلق الملائكة فالحمد لله على أن الله هو رب العالمين، الحمد لله على أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكل افتتاحية الحقيقة لها معنى، يعني يبين أن الحمد لله لا ينتهي، أن الحمد لله لا ينتهي بحال من الأحوال، وإنما الحمد كما سنرى هو من العبادات التي تبدأ في الدنيا ولا تنتهي. شو تبدأ في الدنيا ولا تنتهي. ثبت في حديث نبوي صحيح أن كلمة الحمد كما سنرى لها قيمة كبيرة، وقيمة كبيرة جدا. من إحدى المواضيع المصيرية والهامة لكل واحد فينا، لكل واحد فينا، هي قضية الميزان. شو قضية الميزان؟ فأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إذا ميزانك تخل بالأعمال الصالحة فأنت كسبت، رجحت أعمالك الصالحة على أعمالك، فأنت إنسان جيد، أنت إنسان نجحت في الوصول إلى الجنة. أما اللي خفت موازينه، خفت أعماله الصالحة وزادت أعماله الشريرة، زادت أعماله السيئة، رجحت ظلمة نفسه على نور أعماله الصالحة، رجحت نور ظلمة الأعمال السيئة على نور الأعمال الصالحة. قال فشو هذا؟ قال فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار الحامية. فالميزان قضية مهمة جدا لكل أحد فينا. وحينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يا رسول الله أنه ما تتعرف علينا يوم القيامة، فقال له إلا في ثلاث مواضع لا يعرف أحد أحد، عند تطاير الصحف وعند ما يوضع الميزان. في هالمواقف ما في، كل إنسان مهتم هلأ ميزان أعمالك، بعدين بيجي شف بعدين. أما في مراحل بده يمشيها الإنسان، أول شيء بما يملك وبما عمل وبما كسب في الدنيا. فالميزان قضية حساسة جدا. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام بأهمية الحمد وعظم الحمد ودلالة الحمد. فعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رائع الحقيقة كررنا أكثر من مرة، أن الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. شو الحمد لله تملأ الميزان؟ قال دخيلك، نحن عم ندور على شيء يرجح لنا هالميزان، فبدنا شيء يعبي لنا هالميزان، بدنا شيء يملي لنا هالميزان. قال الحمد لله تملأ الميزان. فهي الحمد لله اللي بتملأ الميزان بدها تملأ قلبك، بدها تملأ ساحة شعورك، بدها تملأ عقلك، بدها تملأ وجدانك. أما والله يعني الحمد لله هيك بلساننا عم نقولها ومخنا بمكان تاني وقلبنا بمكان تالت، كما ذكرنا أن هذا عمل المنافقين. أي شو؟ هي مرحلة النفاق. نيح ماشي الحال، يعني أحسن من الكفر، أحسن من الفسق، أحسن من الفجور. فنيح هي كمرحلة، ولكن هي كمرحلة ابتدائية. أول شيء بنقول للولد دادا قول بابا قول اغ، ما له عرفان هو بيقول اغ،
بس ما له عرفان شو هي معنات الإغ. قول ده بعدين قول بابا, بيقول بابا ما له عرفان, بس بعدين بيربط بيعرف إنه والله بابا هو يعني بابا اللي عم يجيب لي إغراض, اللي عم يجيب لي ماما هي. فبيبدأ الطفل ينضج شيئا فشيئا. فهذا مقبول من مرحلة الطفولة الإيمانية, أن يكون الذكر شو هو, أن يكون الذكر لساني, فمقبول في مرحلة الطفولة الإيمانية, ولكن غير مقبول في مرحلة الإدراك. مرحلة الإدراك صار يعرف أنه هذا أبوه. غير مقبول بمرحلة العاطفة, صار هذا يحبه, صار بده إياه, صار ناديله, صار إذا راح معه على السوق يمسك له إيده, وإذا فلت إيده بالسوق بيبكي بيصرخ شو بدك حبيبي, ما بدي أمسك, بدي أمسك إيد أبي. هذا الحنان, هذا الطمأنينة, بدي أمي, هاي 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 الشيء. فهكذا تطور الإنسان بالإيمان, فيتطور حتى يصل إذا غاب عن الله عز وجل أو انقطعت الصلة بينه وبين الله بكى كالأطفال. شو بيساوي؟ بيبكي مثل الأولاد الصغار. فالحمد لله تملأ الميزان, الحمد لله. فالحمد هو ثناء في اللسان وإقرار بالعقل والجوارح والجنان, والله تقع في القلب. فإذا وقعت بالقلب اتصلت بقناة النور الإلهي مع حضرة الله عز وجل, كان صار عندك هي هون بقى هذا الواي فاي اشتغل بقى هون الواي فاي, وبالتالي هذا الذكر استكمل أركانه. أما هيك بربرة وشو اسمه وهذا, فمثل ما ذكرنا هذا أطفال الإسلام, هذا البدايات. فالحمد لله تملأ الميزان, وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. فلذلك كانت الصلاة نور. ليش؟ لأن الحمد نور في اسم الله. هذا سر, هذا سر هذا الذكر. شو سر ذكر الحمد لله؟ هو وجود اسم الله. شو سر ذكر سبحان الله؟ هو وجود اسم الله, هذا اللي أعطى. فلذلك لابد لك, لابد لقلبك أن يستشعر هذا الاسم, لابد لقلبك أن يستيقظ لحتى تحسن تنتقل للصف الثاني بالذكر. الصف الأول هو الله, الله في القلب. متى ما استشعر الذكر اسم الله في القلب, الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, هاي الآية القرآنية مبدأ اثنين يحكوا فيها يعني, وجلت استشعرت اسمه في قلبك, هاي بالخلاصة. فإذا استشعر قال والله ما في هيك شيء, قال لك أن بس لما شي شغلة بتحبها أو بتخاف منها تستشعرها بقلبك, أما اسم الله ما تستشعره بقلبك. فهذا حالة من حالات النفاق. أتى رجل إلى رسول الله قال يا رسول الله الإيمان ها هنا والنفاق ها هنا ولا أذكر الله إلا قليلا. فهي حالة النفاق, أي حالة النفاق. فلذلك سبحان الله الحمد لله كل هذه الأذكار المركبة اللي هي الصف الثاني, هذه ترتكز على الذكر الأساسي الذي هو الذكر لاسم الله عز وجل. الحمد لله فهي أحب الكلام إلى الله أربع, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضركم بأيهن بدأت. وكما ذكرنا كل هذه سبحان الله ترتكز على كلمة الله, والحمد لله لا إله إلا هي شرك, أما لما تقول الله صارت هي حقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد والله أكبر. فكل هذه الأذكار مرتكزة على اسم الله عز وجل. وأفضل الدعاء كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام, أفضل الذكر لا إله إلا الله, وأفضل الدعاء الحمد لله. شو أفضل الدعاء؟ هو الحمد لله. وقال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني أحب إلي مما طلعت عليه الشمس, رواه مسلم. فلذلك يا أحبابنا, فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون, وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون, الروم الآية 17-18. ففي تنظيم, في تنظيم, في أذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أما ذكر الله عز وجل باسمه الله الله فهذه حالة دائمة لا تنقطع عند مين؟ عند أولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. مين هن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى بكل أحوال؟ خلص القلب اتصل، قال أخي أنا تليفوني انفتح الواي فاي فيه، قال انفتح، قال أنت متسطح، قال في واي فاي، إذا وقفت في واي فاي، إذا مشيت في واي فاي، بالسيارة في واي فاي، خلص انوصل معه. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بكل حالات وكل أحوال. فإذا قالوا سبحان الله وعوها واستشعروها، وإذا قالوا الحمد لله ملأت الميزان، وإذا قالوا سبحان الله والحمد لله ملأت ما بين السماء والأرض. فما من شيء أحب إلي من الحمد، النبي عليه الصلاة والسلام، ما من شيء أحب إلي من الحمد. وروى في صحيح مسلم إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوضون ولا يتمخطون، كلها القصص التي تقلل من قيمة الإنسان، حقيقة تقلل، هي عورات، هذه عورات للإنسان، فيجب أن يستتر فيها، يجب أن يستتر فيها. قالوا فما بال الطعام؟ قال رشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. شو قال؟ بيلهموا التسبيح والتحميد مع أنفاسهم. لذلك يا أحبابنا نجد عظمة هذه الأذكار، تبتدئ معك في الدنيا ولا تنتهي، ولن تدرك أنوارها وأبعادها بعض الناس إلا في الآخرة. فلذلك يندمون على ساعة مرت بغير ذكر لله، لما بيشوفوا النور المتولد من هذه الأذكار ومن هذه الآيات فإنهم يندمون. فلذلك يا أحبابنا بدنا نخلي هالحمد هذا يكون مدرسة نرتقي فيها من صف إلى صف إلى صف، نرتقي فيها من حالة إلى حالة إلى حالة، من وضع إلى وضع أرقى وإلى وضع أبدع وإلى وضع أجمل. أن يكون هذا الحمد يلي رب العالمين افتتح فيه خمس سور في القرآن الكريم، والذي أحبه النبي، والذي ذكر بأنه أفضل الدعاء، وأنه يملأ الميزان، بدنا نخليه ركن أساسي في حياتنا، نستشعره نستلذ فيه. اليوم صار الحمد موقف اجتماعي، معلش كيفك؟ الحمد لله، بس شو هو؟ مزعوج وعم بيهز براسه، الحمد لله، ما شو يعني الحمد لله؟ يعني انت مبسوط عم تحمد رب العالمين، ولا انت مزعوج، ولا يعني هو بده يبكت اللي بقلبه، بس ما بده يعني. فعم بصير اليوم الحمد هو مظهر اجتماعي، مظهر اجتماعي وليس حقيقة إيمانية. فلذلك الحقيقة لابد من هذا الأمر، ولابد الحقيقة من العودة إلى أحاديث النبي الكثيرة في موضوع الحمد، والحقيقة من أبدع وأروع هذه الأحاديث، أحاديث النبي اللي حقا قالها النبي ولا أروع ولا أبدع من ذلك، يعني تتناغم مع القرآن الكريم بحالة نورانية، بحالة راقية، بحالة رائعة من الشفافية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: اللهم لك الحمد. بتهجده قام النبي بتهجده، بدي التهجد تبعه، بشو بده يبدأ التهجد تبعه؟ هي البداية. في واحد بيقول لك يا أخي أنا في على التهجد ما بعرف شو بدي أدعي، جربوا هذا الدعاء يا أخوانا في هالأيام الرمضانية، هي في هالأيام الفاضلة، هي قام إذا النبي قام على التهجد يقول، يعني إذا أنت قمت على السحور صليت ركعتين سجدت قل له اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، قيم قيوم قائم بكل أمور السماوات والأرض، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض
ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أحبابنا جربوا هذا الدعاء النبوي، هذه الوصفة النبوية، جربوها بالتهجد، جربوها بالأسحار، هيك شوفوا شو النتيجة. يا ريت كلياتنا نجربها، معلش يا ريت كلياتنا وكلنا نعطي النتيجة. بعتوا اللي أنا والله جربت الدعاء يا شيخ وما في شيء، ما تحرك فيني شيء، ضليت مثل صبط الباطون. معلش واحد تاني لا والله أنا يا أخي صار عندي رغبة، هاد بيقول لك أنا والله دمعة عيني، هاد بيقول لك أنا كذا، هاد بيقول لك معلش. جربوا هذا الموضوع وشوفوا النتائج يا أحبابنا التي تحصلونها من هذا الأمر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين وإلى روح من سبقنا من آبائنا وأمهاتنا إلى دار البقاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين. الفاتحة.